إذا بدا تلقى الموتور ديالي ما كاينش. الموتور ديالك باقي جديد؟ باقي جديد اخويا، انا اختي ديالي خديته دابا تقريبا من شهر باش خديته دابا. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو الاسم ديالك اخويا؟ صلاح الدين البيض. خويا صلاح الدين، سمعنا بانه تسرق لك الموتور باقي جديد، اشرح لنا كيفاش تسرق لك وفينا بلاصه وامتى دخل الفوريان. خويا شدوا لي اخويا في البراج ديال المرجان، اخويا شدوا لي في البراج على قبل عدم تحويل الملكيه نهار 11/11/2021. خويا من حزوا لي داو لي صحاب ديبان، جابوا ديباناج دزوا لي وداو لي المحجز الفوريان. ونهار اخويا بدات اجراءات الدوله باش نرد باش نرد الملكيه في سميتي انا. جيت نشوف باش جيت هنا، جيت عند الدار الناس الامن الوطني دار السلام، عطاني واحد الانتداب باش يمكن يخول لي نمشي نخرج واحد الموطور ديالي من المحجز. اذا تلقى الموطور ديالي ما كاينش. الموطور ديالك باقي جديد؟ باقي جديد اخويا، انا اختي ديالي خديته دابا تقريبا من شهر باش خديته دابا. مي سولتي الناس ديال المسجد البلدي اش قالوا؟ خويا قال لك، قال لي سولت المحجز اللي خدام بنا، قال لك اخويا انا ما موطور ما خرجته، موطور ماشي اللي كنت خدام، كان خدام الدري ديال الليل. من جا الدري ديال الليل قال لك اخويا جابوا مون ديبانج حطوا من تما، من جا مون ديبانج سولناه قلنا اللي فيه حطيتيه، قال لك انا حطيته في البلاصه المعنيه اللي حطوا فيها النيت. وما لقيتوش؟ دابا ما لقيتوش اخويا، دابا كنت من الجماعه يعطوني الموطور ديالي الله يحفظ اللي كان جيت ولا يعاودوني فيه. قال لي بحال تصدمت ملي لقيتيش الموطور ديالك. واه حتى ما كتحس ثلاث ايام مع ربع ايام ما عندكش الموطور، وكتزيد تجري باش تصاوب وراقاتك باش ترد. وعلى حقك، هايدي هنايا، وعلى حقك الموطور بداو الفار. كمل. هو حتى كتزيد باش تطلع وراقاتك باش تخرج الموطور ديالك وتخرجو، تخرج الموطور ديالك وتخرجو، حتى كي دايما كتلقاش لا موطور لا والو، يقول لك الموطور ما شناش، ما شكون اللي جد. بلادهم هنا حساس، واللي يجي كيجي كيقول لك ما عندي ما ندير لك. قال لي راه عندك ولدي بحال قلت. واش اول واحد كيوقع لك المشكل ولا؟ خويا مشيت درت شكايه على الوكيل المالي، خويا قالت لي قالت ثاني واحد تيطرى لي المشكل ديالي. ثاني موطور تشفر. ثاني موطور كيتشفر. ما عرفتش شكون اللي داه. ما عرفتوش اخويا، علامة استفهام. اذا غدير شكايه ولا دعوه قضائيه ولا؟ ان شاء الله درت شكايه على الوكيل المالي، ولكن كنتسنى دابا عمر بين تيموم ندير دعوه قضائيه ضد جامعه باش يعاودوني في الموطور ديالي اخويا، حيت الموطور في الملك ديال موم، هما اللي حجزوا لي وما عندهم. خويا السلام عليكم. خويا واحد النداء للناس المسؤولين الله يجازيكم بخير، هاد السيد هذا خويا راه تشد لي الموطور ديالو نهار الخميس، ودا عنده واحد مخالفه ديال الترقيم ديال البلاكه. ملي جا اليوم بغى يمشي يدير الموطور ديالو الفحص التقني، كيتفاجئ ما كيلقاش الدراجه الناريه ديالو. حنا هاد الناس هادو استاذ ما فهمناش شنو المقصود ديالهم. حنا حاطين الموطور ديالنا في المحجز البلدي ديال مدينه محمديه كدوله، الحجز البلدي محسوب على دوله، ملي كتفاجئ بالموطور ديالك راه ما كاينش. السيد العساس ديال النهار قال لك انا ما شفتش، ديال الليل كيقول لك انا ما شفتش. دونك شكون اللي مسؤول على هذا المحجز البلدي؟ السيد اللي جاب لنا الموطور مول ديباناج، جا مسكين نهار كامل هو معنا دابا، قال لك حطيتو هنا. دونك هذا السيد كيدخل عامر كيخرج خاوي، حتى هو كيتفاجئ معنا قال لك الموطور ديالكم راه ما كاينش. حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين ديال مدينة المحمدية يشوفوا فيه الدري هذا، الدري هذا أول حاجة بنادم بلا ما غنقولوش حنا الظروف ديالو، بنادم ما يشفرش، مشي يعري على راسو، مشي يقلب على راسو، الدري هذا عنده أخ ديالو معوق خدام عليه، باه مات بكسيده، يعني هو اللي بقى الشخص المعين ديال الأم ديالو والأب ديالو، السيد هذا دابا كيتفاجئ موطورو ما كاينش، يعني هاد السيد هذا بهذاك الدراجة النارية باش خدام، دابا هو يمشي يشفر ماشي ديال الشفرة، يمشي يعني حشومة. هاد السيد هذا مسكين كنطلبوا من السيد العامل والناس المسؤولين يشوفوا في هذا السيد هذا، وكنطلبوا من الله جزيل الشكر ديال الناس المسؤولين يشوفوا في هذا السيد هذا، وشكرا والله يرحم الوالدين. كنشكر الصحافه اللي كتساندنا في السراء والضراء، وشكرا.